في 20 من يناير عام 1869 وفي قرية بوكروفسكوي الريفية الواقعة في سيبيريا في روسيا. الأب أفيم راسبوتين ينتظر ولادة طفل من زوجته آنا. يولد الطفل ويطلق عليه الأب اسم غريغوري يافيموفيتش راسبوتين. لم يكن يتخيل الأب أن ذلك الطفل المولود في تلك العائلة الفقيرة ستصنع عنه أفلام وتكتب عنه أقلام وتنتج عن قصته وثائقيات. عاش الطفل راسبوتين حياة طفولة عادية، ولكن حدثت مجموعة من الحوادث أثناء ذلك كان لها أثر بالغ في تغيير نظرة سكان قريته له. فقد نزلت البلايا بعائلة راسبوتين ولم يبلغ بعد 12 من عمره، فتوفيت والدته وأكلت النيران معظم منزله بعد أن شب حريق فيه. وذات يوم خرج غريغوري راسبوتين برفقة شقيقه ميشيل ليلعب على ضفة النهر، فسقط ميشيل في النهر ويجرفه التيار. عندها غطس غريغوري لإنقاذه ونجح في إبقاء رأس أخيه فوق سطح الماء إلى أن أنقذهما فلاح عابر، لكن ميشيل أسلم الروح في اليوم التالي. تلا ذلك بوقت قصير سقوط شقيقته في النهر عندما كانت تغسل الثياب، وغرقت هي الأخرى، ولم يبق في المزرعة إلا راسبوتين وأباه. ولم يخفف من أهوال بواكير حياته سوى اكتشافه أنه جذاب للنساء، ولم يدر بخلده يوما أنه سيتحكم في عقل الإمبراطورة ألكسندرا وقلبها وروحها. في سن 18 يرسله والده لأحد الأديرة القريبة ليعيش مع الرهبان فترة 3 أشهر، فلم يجد نفسه في هذا الوسط الروحاني بالمرة، وسيقدر له لاحقا أن ينتمي لإحدى أخطر البدع التي ظهرت في أواخر القرن 14 في روسيا، تلك المسمى الخلستية، ومفادها أنه يتوجب علينا أن نصنع الشر لكي نرى رحمة الله في حياتنا. وفي سن 19 التقى راسبوتين في دير أبلاكيك بفتاة تدعى براسكوفي من القرية المجاورة، كانت تكبره ب4 سنوات ليتزوجها راسبوتين. أنجب راسبوتين والذي يعني اسمه باللغة الروسية الفاجر 4 أطفال من براسكوفي قبل أن يصل إلى سن 30. وهنا تغيرت حياته دفعة واحدة وبدأ طريقا مغايرا كحاج إلى الأماكن المقدسة، لا سيما في اليونان القريبة من روسيا جغرافيا، حيث انضم هناك إلى جماعة خالستي وقام بكل أنواع الفجور والمجون. استمر راسبوتين في طوافه ودعوته بتلك الطريقة، ففي داخله صورة القديس وأخرى للإبليس، وطرقت حكايات شهرته المتزايدة مسامع أهل مدينته وما حولها، كما بزغ نجمه بملكته في التنبؤ وفراسا نأى بها من محاولات الآخرين لخداعه، كما عرف أيضا بكرمه. والثابت أنه ما أن أطل عام 1900 حتى ترددت أصداء شهرة راسبوتين في أنحاء سيبيريا، وكان قد أوشك أن يلج منتصف 30 عمره. لعشر سنوات ظل راسبوتين سائحا جوالا لا يأوي إلى بيته إلا في فترات متباعدة. وفي عام 1903 ينتقل راسبوتين من مدينة كازان إلى سان بطرسبرغ العاصمة الروسية القيصرية، وإن بقي اللغز حول من استقدمه إليها غامضا ومثيرا، ولا يعرف أحد على وجه التحديد من سهل له الوصول إلى هناك. استغرقت زيارة راسبوتين لبطرسبرغ نحو 5 شهور، ويبدو أنها كانت كفيلة بكتابة فصل جديد من فصول التاريخ الروسي في القرن 20. حضر راسبوتين سيء السمعة ومجهول الهوية لقادة الكنيسة بهيئة حاج رحال، ثم أعلن أمام الجمع الحاشد نبوءته التي تبشر بمعجزة جديدة قريبا، وهي أنه لن ينقضي العام إلا ويولد وريث للعرش الروسي الذي انتظره القيصر نيكولا الثاني وانتظرته البلاد كثيرا، باعثا الفرح في قلوب الناس. والثابت أن نبوءة راسبوتين قد صدقت بالفعل، فقد ولد الوريث أليكسي في 12 من أغسطس من عام 1904، والذي سيلعب راسبوتين دورا كبيرا في حياته.
في هذه الأثناء انشغل عقل راسبوتين بمحاولة الوصول إلى البلاط القيصري والأسرة الحاكمة، ولذلك اقترب راسبوتين من أحد المسؤولين الكنسيين ذو النفوذ والمقرب جدا من زوجة القيصر، وهو الأرشمندريت ثيفوان مفتش الأكاديمية اللاهوتية في بطرسبورغ، وهو رجل روحاني إلى أبعد الحدود ورجعي من الناحية السياسية. اقتراب راسبوتين من ذلك الرجل فتح له الطريق للدخول إلى بلاط القيصر، وخصوصا بعدما سمع القيصر نيقولا الثاني وزوجته عن نبوءة راسبوتين عن ولادة وريث العرش القادم وكيف تحققت توقعاته. دخل راسبوتين بالفعل إلى البلاط القيصري وأصبح من المقربين من القيصر وزوجته ألكساندرا. وفي أحد الليالي تعرض وريث العرش أليكسي للنزيف الشديد واقترب من حافة الموت بسبب إصابته بمرض نزيف الدم الوراثي. هنا تدخل راسبوتين عن طريق التنويم المغناطيسي الذي تعلمه من قبل ليبطئ من معدل ضربات القلب وقوة سريان الدم ويقل النزيف وينجو أليكسي. هنا أصبح راسبوتين مقربا جدا من العائلة الحاكمة في روسيا بعد هذه الحادثة. وتجري الأحداث على هوى راسبوتين، حيث هزم الجيش الروسي أمام الجيش الألماني، وهنا قرر القيصر إقالة قائد الجيش عمه نيقولا الأكبر ليتولى القيصر بنفسه قيادة الجيش، وتبقى ألكساندرا بنفسها لتتولى شؤون الحكم في روسيا، ومعها راسبوتين القريب من عقلها وربما قلبها. هنا بدأت سلطة راسبوتين تظهر ليعطي الأوامر هنا وهناك، ولم يكن أحد يجرؤ على عصيان تلك الأوامر، ولما لا، فهو الراهب المقرب من القيصر وزوجته، بل إنه في بعض الأحيان كان يرسل نصائح عسكرية للقيصر على جبهة القتال. ولكن لا تسير الريح دائما بما اشتهى راسبوتين، فقد بدأ الغضب يسيطر على أفراد من عائلة رومانوف الحاكمة، فكيف لهذا الغريب أن يحظى بتلك المكانة والسلطة في روسيا؟ فهو ليس من النبلاء ولا من الرهبان، ولا أحد يعرف عن تاريخه سوى القليل، فقد وصل لمكانة جعلت ألكساندرا نفسها ألعوبة في يديه. كان راسبوتين من الرافضين لدخول روسيا في حرب البلقان مع العثمانيين عام 1913، وقد نصح القيصر طويلا وكثيرا ألا يفعل، غير أن القوميين الروس والمتشددين عرقيا في البلاد زجوا بالقيصر في حرب لا طائل منها تحت زعم ضرورة مساعدة الشعوب الأرثوذكسية، بل إن راسبوتين تحدث إلى القيصر محذرا من أن الدخول في تلك الحرب يعني نهاية أسرة رومانوف وأن روسيا سوف تعاني. في ديسمبر من العام 1916، أي قبل اندلاع ثورة البلاشفة في أكتوبر تشرين الأول من 1917 بقليل، كتب راسبوتين خطابا للقيصر تنبأ فيه بقتله وعن قتلته المحتملين، وفيه يقول: إذا قتلني أقاربك فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين، وتستطيع أن تقول أي من أولادك وأقاربك، فسوف يلتهمهم الشعب الروسي. وأردف قائلا: نعم سأقتل، لم يعد لي وجود في هذه الحياة، صل أرجوك، صل وكن قويا وفكر في عائلتك المصونة. وهو ما تحقق بالفعل لاحقا. في الواقع لقد أدركت مجموعة من الوطنيين الروس أن راسبوتين قد أضحى نذير شؤم على القيصرية ولا بد من الخلاص منه. ترأس تلك المجموعة الأمير فيليكس يوسوبوف وابن عم القيصر الدوق الأكبر ديمتري. تمت دعوة راسبوتين إلى قصر بوسوبوف، وهناك قدمت له كعكة مليئة بالسم، وعلى الرغم من أنه أكل الكثير منها إلى أنه لم يمت، فقد درج على أن يتناول قطرات من السم بشكل يومي توقيا لمحاولة اغتياله عبر هذا الطريق. فر راسبوتين من القصر وانطلق يجري في حديقة القيصر ليلحق به يوسوبوف وديمتري ومجموعة من الحراس، ويتم إطلاق الرصاص عليه وقتله، ثم رمي جثته في نهر ميوكا المتجمد لتعثر عليها الشرطة لاحقا طافية على الماء. على أن الجزء الأهم والأخطر هو حدوث ما توعد به إذا تم اغتياله، فبعد نحو 3 أسابيع من قتله تم اغتيال 2 من أقارب القيصر نيقولا، ولاحقا وفي غضون 9 أشهر على مقتله أعدم قيصر روسيا وعائلته بأيدي الثوار البلشفيين. غالب الظن أن رواية هذا الروسي الغامض لم تكتب نهاية فصولها بعد، وربما يوما ما سوف تتكشف أسرار أعمق عن الرجل الذي زاوج بين الصالح والطالح، بين القديس
والإبليس.